هذا الأمر يحيي أسبوع كثير. هذا معروف احنا تعلمناه على أجدادنا وتعلمناه من أبائنا، لأنهم هم قدموا واجبهم. كان ممكن جدا أنهم يقولوا احنا ما نمشوش وما نقروش. اليوم نحيي ذكرى 11 معلم ومعلمة اللي توفوا من أجل التعليم وأجل التربية. هذو المعلمات المساكين المخلوقات اللي كانوا حاملين رسالة التعليم، ما نجموش يحطوا الرسالة. وهذه في عائشة السوداء كانت بين بلدية سفيزف وبلدية عين آدن، كان الرجال بسلاحهم وما يفوتوهاش. ونسى هذو المعلمات يقول لك احنا نقروا، ما حنا نقروا كيما قال لك العلم نور، ويقروا في ولادهم. كان يقروا في ولادنا، وحنا اصحاب الوطن كنا ثلاثة ولا أربعة نخدموا معاهم، ما نجمناش ثاني نسمحوا فيهم. بمناسبة ذكرى اختي 11 معلمة ومعلم أبت بلدية سفيزف إلا أن تحيها اليوم. وكما تشوفوا عشنا هذه الملحمة من طرف أطفال مكتبة بلدية سفيزف اللي كامل كانوا عشنا الواقع من هذه الملحمه اللي شفنا الجو. كان الناس بحزن هذاك اليوم، مش ساهل من هذا المنبر نترحموا عليهم. احتضنت ثانويه بوخلد عبد القادر ممثله في الطاقم الاداري والتربوي وبالتنسيق مع بلديه سفيزف ودائره سفيزف وبعض الجمعيات مناسبه للذكرى 27 للاليمه للمعروف 12 معلم ومعلمة بسفيزف. وكما هو معلوم كل سنة تحيي بلدية سفيزف والأسرة التربوية هذه الذكرى الغالية والقاسية. نسأل من الله عز وجل الرحمة، وكما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون.